وبنشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبنقول له ألف شكر ليك يا رئيس إن أنت لبيت النداء لينا ولولادك، إن إحنا الحمد لله جينا أرض الوطن والحمد لله إحنا ما شفناش أي تقصير بصراحة. وإحنا بنشكر برضه الرئيس السيسي ووزارة الصحة وبنشكر برضه رئيس الجامعة على الاستقبال، وهنا أول ما قابلونا في المطار قابلونا كويس وبحسوا معاملة، وقابلونا برضه في الجامعة هنا بتطهير وتعقيم وقابلونا بكشف، ورئيس الجامعة كان في انتظارنا هنا مع وزارة الصحة. وبنشكر برضه العاملين برضه على المقدمين هنا معانا، مقدمين لنا بكل معاملة حسنة ومقدمين لنا كل شيء كويس. والله احنا جينا الجامعة والإجراءات كلها كويسة والحمد لله، يعني فيه سكن كويس، فرش كويس وكل حاجة كويسة وكشف يعني وكل حاجة الحمد لله، يعني ما لقيناش حاجة وحشة يعني. من الاول حابين نشكر الساده المسؤولين انه هنا ان شاء الله كلهم جايين معنا بكل الواجب، وبصراحه هنا اهتمام كبير زاد عن اللازم، الدنيا هنا حلوه والاكل تمام والشرب تمام والاوض بصراحه نظيفه وكل حاجه هنا الحمد لله. نشكر هنا الجهات المختصه بصراحه عاملين معنا كل الواجب. الناس شفت الدنيا كلها مهتميه بينا، مهتمين بالناس اللي جايه، غير اللي احنا كنا بنسمعه يا عم ده انت هتروح مصر هيتعبوكوا، ده هيخلوكم في مساجين، ده هيخلوكم معرفش فين. بس لما جيت ولقيت رئيس الجامعه وكل الناس اللي موجوده هنا بصراحه بشكرهم كلهم، من اصغر واحد فيهم لرئيس الجامعه والناس كلها، بصراحه انتم يعني عملتوا معانا حاجه حسستونا ان احنا مصريين. احنا بنشكر الجهود المصريه على اللي قدمته معانا من المطار لحد هنا الجامعه، وبنشكر رئيس الجامعه برضو ان هو استقبلنا استقبال كويس ونضيف. وبالنسبه لسكن الجامعات هنا ما حدش يخاف، انا بطمن اخواتنا المصريين في الكويت وفي الخارج ان هنا المعامله معامله حسنه وكويسه جدا. وبالنسبه للخدمات اللي بتقدم الحمد لله، يعني احنا بنشكر دي بلدنا اولا واخيرا، ما حدش يقدر ينكر ان دي بلده، ان هي هتقدم له كل ما قدرت استطاع البلد هتقدمه له.